عقد وزير العمل وشؤون الاجتماعية دكتور باسم عبد الزمان الربيعي اجتماعا مع النائب الدكتور أحمد عبد الله عبد ومحافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل لتفعيل مشاريع صندوق الضمان الاجتماعي في محافظة صلاح الدين. ووافق وزير العمل على شمول عدد كبير من المستحقين للرواتب الرعاية الاجتماعية من خلال آلية عمل مباشرة بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومحافظ صلاح الدين لإنجاز مستحقات المواطنين المشمولين بالرعاية الاجتماعية.